السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة تحت الضوء الذي ينقله إليكم كما سلف بنا من مجموعة الحلقات القادمة. مررنا على مجموعة من المحافظات الجمهورية، انطفاء للتيار الكهربائي تعيشه صنعاء وبقية مدن الجمهورية وأكثر مدن الجمهورية في هذا اليوم، وكذلك انفجار لأنبوب النفط، وكذلك قتلى في منطقة صرواح لاثنين من الجنود واثنين من كذلك اثنين جرحى من الجنود. هذا كله في مدينة مأرب. حديثنا اليوم عن مدينة مأرب، ويؤسفني أن أبدأ هذه البداية التي قد تزعج أهل مأرب وهم أهلي وأنا منهم ونلتقي جميعا في هذا الوطن الحبيب، لكن هذه الأخبار التي أنقلها إليكم ما تناقلته وسائل الإعلام وما يعيشه الناس الآن في صنعاء وفي غيرها من محافظة الجمهورية. انقطاع التيار الكهربائي بعد فترة من الاستقرار النسبي، وكذلك تفجير لأنبوب النفط بعد الاستقرار النسبي كذلك. نسمع حقيقة عن هذه الأحداث بين فترة وأخرى. ما هي الصورة التي رسمت لدى الناس عن مأرب إذا ما عرف بها الشخص فيقول أنا من مأرب؟ ما هي الصورة التي رسمت في أذهان الناس؟ هل هذه الصورة الحقيقية؟ يقول البعض ليست هذه صورة أهل مأرب الحقيقية، مأرب التي أرفدت العالم بأسره وأمدته في شمال إفريقيا بحضارات عندما خرجوا من مأرب وانتشروا في الأرض بأسرها فنقلوا حضارة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كانت آية في الحسن وآية في الجمال وآية في الجمال، لكن قال الله جل وعلا فكفروا. يعني حصل حقيقة طغيان على ذلك، ظهر النفط في مأرب. هل هذا النفط الذي ظهر في مأرب هو نعمة عليهم أم نقمة عليهم؟ كيف مأرب كانت قبل النفط وكيف هي بعد النفط؟ يسعدني في هذه الحلقة أن 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 أطل على مأرب، أقرأ تاريخ مأرب، الحضارة، التاريخ، وكذلك الحاضر السياسي الذي تعيشه مأرب وما يتمناه الإنسان في مأرب. حول هذه القضايا دعوت حقيقة في هذه الحلقة ضيفين كريمين لهذه الحلقة. يسعدني أن يكون ضيفي الأول هو الشيخ علي عبد الرب القاضي، رئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب وهو عضو الحوار الوطني، وللأسف ضيفي الآخر الذي إلى قبل ثواني وأنا أدق عليه الأخ الشيخ حسين حازم. للأسف كما ترون الكرسي فاضي هنا، وأنا لا أحب حقيقة أن أظهر مثل هذه الأمور، لكن أنا متألم جدا وهو يسمعني أتوقع الآن، وقد طرقت على تلفونه عدة مرات ولم يجب علي بعدما التزم بالحضور. أنا لا أعلم ما هو العائق، إن كان العائق على غير قدرته فأسأل الله أن يوفقه، وإن كان بقدرته وهو تعمد ذلك أسأل الله أن يسامحه، لكن ليست هذه حقيقة يعني الوعود التي ينبغي أن تكون بيننا. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ علي عبد الرب القاضي، حياكم الله شيخ علي. حياكم الله. الله يبارك فيك. وحيا الله قناتكم المفضلة، والذي بعتبرها من وجهة نظري أخف ضررا وأكثر منفعة بالنسبة للقنوات الفضائية اليمنية. يعني أنت مسكت العصا من النص. أنت يعني لا مدحت ولا قدح. بعتبرها يعني معنى قناة متميزة من خلال ما تقدمه معنا للشعب اليمني. جميل. دون أن تشعل الهشيم. جميل. وتشعل النار في الهشيم. جميل جميل. وهذا ما أتمنى أن تحذى عدوكم بقية أرجو ذلك القنوات اليمنية. طيب للسادة المشاهدين الذين يرغبون حقيقة في المشاركة معي من الآن يمكنهم ذلك عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة، الأخ المخرج يمكن يظهرها لكم، للمشاركة معي حول موضوع اليوم حول مدينة مأرب. شيخ علي، أنا سأسأل السؤال الذي الكل يريد أن يسأله، الكل تقريبا بلا استثناء، ماذا فعلت الجمهورية وأبناء الجمهورية في كل مكان حتى يحصل الانطفاء والتعدي على الكهرباء والنفط؟ لكن لن أسألك هذا السؤال الآن، أنا سأسألك. لا ما هو تسألني هذا، جاوب عليك. لا لا أخلو. لأنك سألتني تلقى. لا لا بآخر بآخر. أنا سأسألك تحدثني عن مأرب، لأنه ما ينفع أني أقول لك بعد هذا حدثني عن مأرب. قل لي مأرب، يعني هل مأرب التي نعرفها عبر التاريخ، ما مأرب الإنسان المال الذي مأرب الشهامة والنخوة والنجدة والكرم والشجاعة وقول كلمة الحق، ويعني هل هذا هو الإنسان الذي الآن صوره الإعلام لنا؟ أقولها بصدق، وأنت ذكرت أن الإعلام شوه أو ينشر النار في الهشيم، هل هذا الإنسان المأربي كما صوره الإعلام لنا الفوضمي الهواجي القاتل السلاح؟ حدثنا. أولا أقدم اعتذاري للشعب اليمني نيابة عن أهل مأرب، وأرجو من الشعب اليمني أن يحكم، أن يحكم على أهل مأرب، لأنها
يحكم على أهل المأرب أو يحكم لأهل المأرب ويحمل الحجة من رعانه يتحمل الحجة. سلام. أولا ما فيش عندنا مدينة مأرب. مدينة مأرب اللي يتكلم عنها مركز المحافظة هي قرية الآن فيها شارع واحد. مأرب تعني كل يمني لأنها مأرب التاريخ، خدمت اليمن تاريخيا، ونعتبرها العاصمة الأولى لليمن الموحد والجزيرة العربية. وفي الآونة الأخيرة معناه ظهرت فيها أول بوادر بالنسبة للثروة الذي انعكست في مجال التنمية نوعا ما على بقية المحافظات في الجمهورية اليمنية. ولا نعني أن احنا نادمين على التنمية وجد التنوع هناك، لكن يوسفنا أن احنا نقول المأرب لازالت هي منطقة بدوية، يعني معنا حرمت معنا في الماضي، وكنا ننتظر أن الدولة عندما ظهرت فيها الثروة ستحول المجتمع القبلي والمجتمع البدوي إلى مجتمع متحضر من خلال التنمية. يعني هذا التجمع السكاني الذي موجود هو أتم الأرياف ناتج عن وجود الخدمات. يعني في بقية المحافظات في المراكز في محافظة صنعاء وفي محافظة وغيرها من المحافظات، وكانت التنمية عندنا تركز معنا في الماضي في العقد الأول والثاني في ثلاث مدن: تعز وصنعاء وعداء والحديدة كما قبل الوحدة. وأخيرا بعد ما ظهرت الثروة يعني معنا انعكس بالنسبة لهذا على بقية المحافظات. فأنا ألاحظ بعض المديريات أفضل حالا من محافظة مأرب. قل لي ماذا قدمت الدولة في 27 مضت المأرب؟ أنا سآتي على هذا، بس خلني الآن أنا أتكلم عن أولا يوسفني. نعم، قضية ما يمارس بالنسبة للاعتداء على المصالح العامة وفي مقدمة الكهرباء. نعم. وفي اعتقادي ما حدش بيشاهدني الآن أنا وأنت، يعني إيش الذي نقول؟ لأنه الكهرباء طافية. لا، ستعاد الحلقة غدا وسيشاهدونها. أيوة. لكن أنا سؤالي، وأنا أريد أن الشعب معنا يحكم. أولا بالنسبة للدولة، أعتبر بالنسبة للماضي في 27 مضت عمل مضت أنها تحمل مسؤولية ما يحدث في مأرب من أعمال مشينة. والأعمال المشينة هذه ممقوتة وغير مقبولة ومرفوضة من عند أبناء مأرب جميعا، لكن أبناء مأرب مساكين يتحملوا إزر ما يمارس من قبل أشخاص أفراد معدودين على أصابع اليد. يا شيخ أنا سأسألك هذا، لكني سأسأل كذلك سؤال في غاية الأهمية. الشيخ علي عبد رباه القاضي من وجاهات أهل مأرب، مشايخ أهل مأرب، وهو من قديم سياسي محنك، وهو من أيام التعاونيات ومن أيام قدم مجموعة رؤى قديمة جدا من أيام السبعينيات وقبل حتى، يعني من زمان. يعني أين الشيخ علي من هذا كله؟ عندما يأتيني الشيخ علي اليوم، سامحني أنا بهاجمك قليل، أين الشيخ علي من هذا كله عندما يأتيني الشيخ علي الآن بعد هذه المدة كلها ويقول مأرب ما زالت قرية ما فيها إلا شارع واحد، ومأرب التي رفضت الجمهورية كلها بكذا؟ أين أنت من زمان يا شيخ؟ أول شيء أسألك سؤال، إذا أنت موجود في قرية ولا في مدينة؟ أنا ما جاوبش هنا. لا، أسألك سؤال معنى تجاوب على هذا. القرية كلها مسرجة وبيتك طافي، في اعتقادي انك تتمنى ان تطفى، ان يطفى الضوء، وانت ممنوع عليك ان يطفى الضوء على المدينه، على القريه التي انت تعيش فيها والمدينه التي تعيش فيها. فانا اقول يعني يفترض ان الدوله في الفتره التي مضت انها بدات تنمي مأرب، مفروض لا تمد الكهرباء الا وتسرجت المأرب، مفروض المأرب لم تحرم معنا من غازها ومن بترولها. وانا عضو في مجلس النواب وكنت اطالب انها تعطى مأرب 1% من الميزانيه العامه، كون احنا حسب حجم اعضاء مجلس النواب 3 اعضاء نمثل من هذا الحسبه نمثل 1%. غير مقبول ان تعطى مأرب 1% في مجال التنميه، سواء ما بعد الوحده او ما قبل الوحده، يعني نهائيا. هل في مأرب؟ اريد ان المواطن يسمع ويعلم الا وجدت كليه في مأرب. اخيرا قبل سنوات معدوده استطاع ان نوجد كليه تربيه في زنك، في هنجر. كلية تربية في زنك، في هنجر. نعم، في هنجر. لماذا لم تسرج مأرب؟ وعندما الناس معنا ضوهم، يعني ضوهم يعني معنا موجود، سيحافظوا على ضوء اليمن كله. طيب شيخنا الكريم، أنا سأعيد سؤالي. لن توجد طريق فرعية في مأرب، طريق فرعية لن توجد. ما أنا سألتك يا شيخ علي وين أنتم؟ بس أنا ما هو طيب، ما ماذا تنتظر مني أنا؟ هل أنا في مركز تنفيذي؟ أنا سأقول لك لو كنت في مركز تنفيذي
سأحاول معنا على إيجاد تنمية في مأرب، وأحاول إقناع المواطن أن يكون لا جانب الدولة في حماية المصالح العامة. طيب جميل، أنا سأخذك. تفضل، من معي من الاتصالات؟ عفوا. السلام عليكم. أبو ولي، أبو وليد تفضل. حياك الله محمد العامري، كيف حالك؟ حياك الله، سلم الله حالك. أسلم على ضيفك الكريم. أهلا وسهلا مرحبا. بالنسبة لموضوع الحلقة عن تتحدث عن محافظة مأرب. نعم. مأرب تاريخيا معروف عنها، وما يحصل كل ما حصل في مأرب ليس مثل أحد مأرب كلهم. فلطالما أنك من مأرب، شخصيتك من مأرب، إذا كثيرين من أمثالك يا أستاذ محمد، وهذا قلة قليلة ربما تكون لهم حقوق. جميل، جميل. قبل الدولة. جميل. يريدوا توعية، وليس أهل مأرب كلهم، كل ما يحصل من أهل مأرب. جميل، أشكرك جدا أخي وليد. لنا يتطلب التوعية عبر المساعد مثلا، حسب ما يتحدث ضيفك أن التعليم يعني مظلومين منه وش من هذا الجيل. جميل، بارك الله فيك أخي أبو وليد، أنا أشكرك على هذه الإضافة وسمعها الشيخ علي. أخي حسن. تفضل. أخي حسن تفضل. إلى أن يكون معي أخي حسن. الشيخ علي، لكن أنا سألتك قبل هذه الاتصالات، أين أنتم يا وجهات مأرب من هذا الذي يحصل في مأرب؟ يعني الذي يحصل قديما أنت تقول مأرب ما فيش فيها، لم تعطى شيئا من التنمية، وعندنا مطفين والناس ثاني مسرجين وكذا وما إلى ذلك. أنتم في مأرب مشايخ قبائل ولكم حضور في كافة الفئات، في عبيدة، في مراد، في مناطق متعددة، ولا أقلل من شأن جهة من جهة، لكن سؤالي لماذا كانت القبيلة، لم تكن القبيلة رافض للتنمية كما يقول البعض، وأصبحت القبيلة أحيانا هي معيق للتنمية؟ أخي العزيز، يعني هل تنتظر مننا ما هو العائد الذي تجنيه مأرب من الثروة الذي تصدر من مأرب؟ أنا كنت قدمت يعني معنا ورقة الذي أنتجت مأرب من عام 86 إلى اليوم في حدود 1.170 مليار برميل نفط مكافي، يعني ما فيها الغاز والتفصيلات أخرى معنا حول ما تنتجه معنا الآن. ما هو الذي استفادت مأرب؟ يعني هل تريد منا أن احنا أولا كان عندنا وحدة عسكرية موجودة من أطراف الجوف إلى حليب قبل التيار، قبل ظهور النفط. لن توجد أي مشكلة في مأرب، وظهر النفط وبني السد وما في أي مشاكل في مأرب. نقلت الدولة نسبة 60% من قوات المسلحة إلى داخل مأرب. سكان مأرب لا يساوي القوات المسلحة الذي موجودة في مأرب. هل تريد أن احنا نكون بديل للقوات المسلحة الذي موجودة في مأرب؟ نحن نتعسكر احنا. يعني معنى نتعسكر أكلنا وشربنا على يعني على حسابنا ومرتباتنا معنا من أنفسنا، أن احنا نكون حامي حماية يعني معنا مصالح الدولة. لو سلمت سندة مهام الجانب الأمني إلى أبناء مأرب، في اعتقادي ما كان فيش أي مشكلة، ولا تحمل الدولة مسؤوليتها وتحمى مصالح الدولة الذي لن يستفيد منها مأرب. لكن الظلم أنه مأرب كان مفروض أن الكهرباء، هذا الكهرباء الذي بعتبرها تمس الناس كلها وقطعها يعتبر معنا مشين وينعكس على أبناء مأرب، لكن يفترض أنهم سرجوا المأرب لكي أبناء مأرب يحافظوا على هذا النعمة الذي تصل إلى كل قرية وإلى كل مدينة في اليمن. مفروض المأرب معنا لن تحرم معنا من مجال التنمية لكي يعرف أنه شريك معنا في هذه الثروة ويحافظ عليها. لكن يا شيخ علي، هل لكن تريد أن نحن نكون يعني معنا أنتم مسرجين وأبناء مأرب؟ طيب هل هو انتقام الآن؟ تريد أن نحن نكون حراس؟ احنا معنا لا مش حراس، لكن هل تنتقمون الآن من الجمهورية؟ لن ننتقم يا أخي، وهذا عمل مبغوث كما يعلم الله. يعني عمل مبغوث، ولو حاولت أن تعدهم أشخاص على أصابع اليد. لكن لو الناس مسرجين وعندهم الكهرباء، عندما يقوم واحد معنا مارق وواحد معنا يمارس مثل العمل المشين هذا، قبيلته وأسرته وقريته ستواجهه. ماذا يريدون؟ وتكفي الدولة. ماذا يريدون؟ يريدوا يعني طيب ماذا يريدون؟ هذا الذي فجر ايش يريد؟ ايش مصالحه؟ شوفوا يا استاذة، قضية التفجيرات والمحاكات من خلال المحاكات السياسية، انا ما بدخلش في تفاصيلها. انعكاسات العمل السياسي ينعكس معنا ينعكس على مأرب. يعني العراق في صنعاء والتنفيذ في مأرب؟ يعني معناه هم بالنسبة لأصحاب مأرب هم تابعين، حتى الذين ينتموا لأحزاب هم تابعين. بس عاد في نخوة، عاد في يعني أنه يرى هذه الأمور خطأ. النخوة تأتي من خلال ما يمس المجتمع، ما يمس المجتمع وهذا خيره وشره ويكون شريك فيه. لكن أنا بتكلم أنا مع بعض القبائل
يعني هم ممكن ما يحدث من اعمالهم ممكن في مديريتين، من مديريه مارب ومديريه مارب 14 مديريه، لكن اللعنه تمسها المارب كلهم من قبل الشعب. لكن لما تابعنا ايش الذي قال؟ يا اخي تشتري نحمل الكهرباء حقكم، انت كذا من سكان صنعاء، نحافظ على الكهرباء، شلون نحن نحرس لكم ليل ونهار يعني على كهرباء لن نستفيد منها؟ يعني مطالبهم توفير كهرباء؟ اقول لك يا ريت ان هذا موجود، لكن وان كان معنا له ولا ما هوش هذا ما هوش مطلبه، هذا ما هوش مطلبه، لانه معنا موجه من مكان وراه بيحاسبه الله. يعني تقصد انه الذي يعرفوا ذلك الراسخون في العلم والمتابعين بالنسبه للعمل الاستخباري هم الذي يعرفون من الموجه ومن هو الذي وراء ما يحدث في مارب. جميل. اخي ماجد الرعاوي من جده او من السعوديه عفوا. اخي ماجد ارجو ان تسمعني من التليفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي اضع سؤال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعني من التليفون. كيف حالك يا اخ محمد العامري؟ حياك الله، تفضل. اوجه شكر لعلي عبد الرب القاضي الرجل النزيه معروف بالجمهوريه اليمنيه. حياك. اسال سؤال كامل. لماذا لم يعني يحدد بالاسم ويطبعوا على الشعب اليمني كامل الملاغزات السياسيه وهذه؟ لا يكون واضح، واحد اثنين ثلاثه، من حزب المشرف ولا من المؤتمر؟ احسنت، اشكرك اخي ماجد. اخي اليوسف في مارب. اجاوب عليه انا ولا بعديك الجواب؟ اخي اليوسف في مارب. مساء الخير. مساء النور عافية، تفضل اخي. اتمنى لكم ليلة سعيدة. عندي مداخلة بس هي. والله اتمنى لو تكون سريعة جدا. جدا يا سيدي، بخصوص انه انت تنظر للمجتمع في مارب على انه يقوم بدور الحارس الذي يقوم بحماية المصالح التي لا يستفيد منها الماربين، هذا هو امر يمثل صعوبة. هذا من جانب. الجانب الآخر، عندما كنت طالب أو تطلب من أن يقوم المجتمع المغربي بصناعة التنمية أو إيجاد حلول التنمية أو التغيير في المجتمع، عندما في تلك المراحل كان المجتمع المغربي يعاني من تغذية الثأرات والنزاعات والصراعات المحلية بين أفراد القبائل. هذا من جانب. ومن جانب آخر كانت مارب مسرحا للصراعات الإقليمية والدولية بدءا من ثورة 26. جميل جميل. أخي سعيد، بس دعني أضع عليك سؤال عشان أعود إلى ضيف الكريم. أنت الشيخ علي هنا يقول قلت له هل هي يريدون كهرباء، يريدون بنية تحتية يحصلوا على مصالح معينة؟ قال لي لا، يوجد من يحرك هذه القوى. جميل جميل, جميل جدا. أولا الأفراد اللي نسمع عنهم، الأفراد الذين يقوموا بأعمال التخريب هم أفراد معروفين وأسمائهم تتكرر حسب ما تنشر وسائل الإعلام، بدءا بموقع وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والمواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلام المختلفة. هم أسماء تتكرر نفس الأسماء بين حين وآخر، ولا تجد بين الحوائل. لكن دعني أسألك أخي سعيد، أسألك سؤال. يعني هب أن الدولة عاجزة، الشيخ علي يقول كان قبل النفط كان معاهم لواء واحد، الآن قد في مارب سبعة علوية. هب أن الدولة مبتورة أكثر من سبعة علوية، هب أن الدولة عاجزة. أنا أقول أهل مارب الذين نعرفهم، يعني الذين نعرفهم في إنقاذ الناس، في وقوف مع المظلوم، عاجزون أن يوقفون أفرادا؟ عزيزي يا عزيزي، قبل قليل ذكرت لك أن مارب كانت ضحية لصراعات وثأرات ونزاعات، مما أثر على التركيبة القبلية والبنية الاجتماعية الموجودة في مارب، وغد وتحول المجتمع من قيمه البدوية الجميلة بتأثيرات التي أتت من خارج إطاره، مما جعله يفقد السيطرة على أفراده. وهذه عندما يتجه البعض في بعض حالات لا ذكرها، عندما يتجه المجتمع لمحاربة مخربين تتحول القضية إلى قضية نزاع داخلي. أحسنت أحسنت أحسنت، أنا أشكرك جدا أخي سعيد على هذا. أخي أبو وسيم، أخي أبو وسيم اسمعني من التلفون تكرر. أريد أجاوب على الأخ الذي قال. تفضل أخي أبو وسيم. أيوه أسمعك. أرجوك تسمعني من التلفون، ما في عندي وقت، تفضل. أنا أشكر الشيخ علي عبد الرب القاضي. أنا أشكر الأخ عبد الرب القاضي. نعم. ولكن كأنه بيبرر الأخ وصحب مارد. بيقول إنه ما بيش معهم كهرباء، كأنه بيبرر للحادث للأعمال التي بيقوموا بها. نشتي من أخواننا أصحاب مارب أن يتحلموا وينضجوا وكل الوسائل وكل الوسائل التي توصل عندهم. واصلة. جدنا أنه مش ممكن أن الدولة وصلت أخي أبو وسيم. أنا لخمسة أو ستة بيوت مثلا أو سبعة. طيب وصلت أخي أبو وسيم وأنا أعتذر لك، وصلت. أنت تقول كأنه يبرر، هل هذا يبرر لهم؟
أخي أبو فارس أخيرا خليني أجاوب يا أخي. الآن بديك الأسئلة كلها ما عليك. أبو فارس أخيرا من مارب. نعم. لا مكتوب عندي، تفضل. نعم أرجوك تتفضل، الله يسعدك ما عندي وقت. الله يفضل عليك أنت وضيفك الكريم يا عزيزي. بالنسبة لمارب، سلم مارب فيه عليها شبه تعامر من ثورة سبتمبر حتى الآن، يعني في البداية هم مشهد مارب وكانوا يعتبروها جزء منها يعني تبع الخليج وجزء تبع الجنوب، وكانت من المصالح محرومة. وحتى أني خلفت هذا حرمان هم للمصالح جزء من المشاكل. أما ما يحدث الآن في تقطيع الكهرباء أو الأنابيب هذا شيء معروف أنه جهات معلومة مدفوعة من صنعاء تفعل هذه الأشياء وبتجعل التشويه على أبناء مارب وأهل مارب. يعني جميل، أشكرك أشكرك أخي أخي أبو فارس، أشكرك على ذلك. وأرجو الأخ المخرج يعطينا وقت حتى ننتقل للشيخ علي. أنا حتى في الأسئلة ما بين السؤال والآخر توجد الإجابات. أنا سأنقل أسئلتكم كاملة للشيخ علي. أول سؤال يا شيخ علي، يقول الأخ يعني يقول ليش ما تذكر الأسماء؟ الأخ ماجد الرعوي يقول دائما ليش ما توضح الأسماء الذين يقعون في هذا؟ على كل حال أجوب على بالنسبة للسائل الأول، لماذا نسمي بالاسم؟ فعليه أن يعرف أن في اليمن أمن سياسي وأمن قومي وأمن مركزي واستخبارات عسكرية وأمن عام هم المسؤولين عن تحديد الأسماء والسر في بطن الشاعر. ما نش المعني بالكلام هذا أن نسمي بالاسم الذي يعني معنى لكن وزارة الداخلية جابت أسماء تمام، جابت الأسماء، هي المسؤولة عن إلقاء القبض على الأسماء هذه وتقديمهم على المحاكمة. وأنت ترى أن الدولة عندها القدرة؟ ترى الدولة عندها قدرة؟ والله يا أخي أنا بعتبر بالنسبة للدولة أن عندها ألف قدرة مش مجرد قدرة واحدة. وش الذي يمنع؟ أول بالنسبة لأي إنسان مارق لا يمكن يوقفوا لجنبه المواطنين. الأمر الثاني سؤال الأخ قال لك أننا أبرر أن يقول ما عندهمش كهرباء ولا عندهم تنمية. السائل بالنسبة للمحاور الشيخ محمد العامري يقول أين دورنا؟ ما هي الذي يعني على أساس أن نتحمل مسؤوليتنا ونحل محل القوات أبناء مارب يحلوا محل القوات المسلحة والأمن والأمن العام؟ يعني مقابل إيش أنهم يحلوا محلهم؟ لماذا هذا القوة الضخمة الموجودة في مارب ولن تستطيع أن تواجه ما تراه معنا من وجهة نظرها يعني عمل خارج عن القانون؟ هل تريد أن احنا نكون يعني معنا بديل العبودية قد ولت يعني من ذو القدم لها معنا أكثر من 6 عقود أو 7 عقود يعني من يوم انتهت العبودية أن احنا عبيد يعني معنا بدون مقابل؟ لو قد كانت معنا مهمة أن الأمن ومسؤولية الأمن في محافظة مارب تعني أبناء مارب ولهم مال القوات المسلحة والأمن الموجودة ما يعني ممكن أنك تسأل مثل هذا السؤال؟ أنا لا أبرره وأنا أمقت معنا أي عمل تخريبي رغم الحرمان، لكن اريد الشعب اليمني يعرف ان الشعب اليمني يعرف ان مارب محروم، ان مارب البترول جاء على مارب نقمه، وغير البترول ما فيش يعني حرب ما بين اسره واسره ولا ما بين قبيله وقبيله، تحولت نقمه يعني معنا على ابناء مارب بدون يستفيدوا، الدوله هي الذي مفروض انها وجدت التنميه وحولت المجتمع القبلي الى مجتمع متحضر من خلال التنميه الكامله، من خلال دخل التعليم، الكهرباء، المياه، الطرقات الى اخره، لكن المجتمع على ما خلقه ابونا ادم يعني وباقي في نفس على نفس السياج. اللهم يرى اذا تاثر بالحضاره اذا دخل المدن. الاخ يقول هنا تريد ان معنا يتحولوا ابناء مارب معنا عسكر يعني يحموا معنا يحافظوا على الكهرباء الذي يسرجوا الذي يسرج بها جزء منكم ويحرم بها يعني ويحرم من نعمه ابناء مارب الذي يمروا فيها الناس يعني حتى الطرقات هي طريق واحده شقه من صنعاء شقها زايد بن سلطان لمارب فقط وطريق شقوها معنا تواصلت الى حريب ايام التشطير. معنا طريق أخرى الآن لما تأخرت يعني أو بدأت بعض الطرق تأخر تشق إلى البيضة ما فيش أكثر من هذا. هل في طريق فرعية يعني معنا لا أي مديرية لكن موجودة؟ شيخ علي شيخ علي أنت تذكر لي أنه كلية زنك ما عندنا طريق إلا من أيام زايد حتى السد أعاده زايد ما فيش عندنا أي حاجة. الأخ أبو فارس يقول توجد مؤامرة على مارب من أيام 62 26 سبتمبر. أنا أختلف مع أن المؤامرة من أيام 62 يعني الكلام ما هوش من ايام 62 يعني ثورة 62 معنا واجهت يعني معنا حرب أهلية ما بين الملكية وجمهورية مارب معنا جزء معنا من الجمهورية. المحكة السياسية لن تأتي إلا في الأيام الأخيرة. متى المحكة السياسية الذي ظهرت يعني معنا المحكة السياسية ولا كانت الأوضاع معنا شبه مستقرة لكن أيام ما وجد الانقسام يعني معنا انعكس بصورة أوسع وعدم إيش لأنه عدم معاقبة الجاني معناه بالاسم ومعاقبته ومتابعته
لكن أنا أقول مشان الجمهور يتعاطف مع مأرب أنه وجب أن يكون يطالب بتنمية مأرب أن تكون شأنها شأن تنمية أي محافظة، تنمية أي قرية من المحافظات الأخرى، أن توجد فيها معنى ما يوجد في المحافظات الأخرى. اسمح لي في هذا السؤال، يعني أنت الآن أستحلفك بالله وأستحلف كل مستمع، هل يجوز أن تسرج اليمن ومأرب بدون سراج؟ لا بس تقول لي ليس هذا مطالبهم. أنت تقول لي وش مطالبهم؟ أنا قلنا لك أنتم مطلوب من الآخرين. أنا أقول الله تعالى يقول الأقربون أولى بالمعروف. الطالب والجمهور يطالب، هو لماذا أهل مأرب لن يعاقبوا الجاني؟ أنا أقول أن الله يقول الأقربون أولى بالمعروف وأنت عشيرتك الأقربين. يا أخي ويا مستمع المستمع الكريم، هل يريدون من مأرب أن يتابع الجناة ويعاقبهم وفيه دولة أكثر من تعداد مأرب؟ طيب جيشها يعني قوات المسلحة وأمنها في مأرب ولا تستطيعين انت أنا أتفق معك. لو كانت مأرب تستفيد من الكهرباء ولا غير بيعاقبه تلقائيا لأنه ما بيرضى عشان تدفع لي الكهرباء. طيب يا شيخ راضي. شيخ علي هذا الواجب واجب يعني الدولة. مأرب مستهدف الضر، اسمعني، مأرب مستهدف الضر، السرطان انتشر فيها يعني ممكن يجد بين 100 15 30 يعني 20%. أنا أعطيك السؤال يا شيخ انتشار السرطان بدون ما يستفيد مأرب. أنا أقول لك يا شيخ هذا الواجب واجب الدولة أن تقدم لأهل مأرب، أن تقدم لهم البنية التحتية لكي والصحة. يكون عندما يسمع لكي... يا أخي يا سيدي المفروض لما تجد دولة للشعب يعتبر أنها دولة وليس عليه، فالدولة الذي متعاقبة من حين ظهور النفط إلى يومنا هذا دولة على مأرب وليس دولة له. خلاص الكلام. هل تعتبر أن النفط عندما ظهر في مأرب أصبح نقمة وليس نعمة؟ يا أخي مزقون اجتماعيا، لو فيه تنمية أنا كنت أتمنى تنمية نتمزق عشان مزقوا فيه تنمية موجودة بتنعكس معنا على الواقع وبيتغير الإنسان. طب يا شيخ علي يعني ما الذي يمنع الدولة أن تقدم تنمية المأرب؟ هل المشكلة على أساس أن تبقى شماعة في الماضي؟ جعلوا من المأرب شماعة معنا أنها شماعة للقادة، شماعة للتخريب، شماعة لكل شيء، يعني معنا جعلوا منها شماعة، ولا الدولة غير عاجزة يعني أنها توجد تنمية وتعاقب أي إنسان مخالف للقانون والنظام، لكن السلطة من فوق من على مستوى مخالف للقانون مخالف للدستور. لكن احترمنا الدستور معنا من البداية ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه على مستوى اليمن بصورة عامة. وجدنا غير الشيخ علي عبد ربه القاضي من يأتي من هنا من بعض وجهات مأرب مشايخ مأرب يقول مأرب ما زالت الأمور فيها جيدة وفي بنية تحتية وفي حضور موجود وفي ذلك يعني في تباين. يسمي لي وش البنية التحتية اللي موجودة؟ إيش البنية سمي لي معنا؟ طيب عندك مأرب منطقة زراعية، منطقة نفطية، يفترض ما بقول جامعة، يفترض ان فيها كلية زراعة، يفترض ان فيها كلية نفط، يعني على اساس معنا من خلال المعطيات الذي موجودة ايش الذي وجد فيها؟ يقول يعني يفترض ان فيها الطريق موجود الى كل مديرية. تسمح لي اجيب ولا لا؟ انا اقول لك سيقول لك الاخر انه نزلت الدولة بمجموعة من نزلت مجموعة من العساكر. لا خليني بقول لك، طيب نزلت من أجل مجموعة من العساكر مثلا فواجهت مثلا بعض التعدي، أو نزلت بمشاريع جاء شيخ القبيلة كان الطريق بيمر عندهم قال لا ما يمر لا من عند آل فلان، خليني أقول لك إيش يقولون، أو أنه الكلية تكون في المنطقة الفلانية قالوا لا وآل فلان ليش مش عندهم كذا. يا أخي أنا أكثر واحد مطالب بالترمية ما حصلش الكلام هذا إطلاقا، ما فيش مشاكل. يقولوا لي أي طريق اعترضوها أنها لا تشك، يقولوا لي أي معنى كلية أو جامعة أرادوا معنا بناها واعترضوا عليها المواطنين، يعني كلام ما هو طيب صحيح. أنا سأخرج أهل مأرب أكثر، شوف لما يشوفوا المسؤول العادل. اسمعني أهل مأرب أتذكر أنا وأعرف الكلام هذا هم أهلنا جميعا، وأنا أعتبر بالنسبة كما يعلم الله أني أنظر من سقطرة إلى حرب ومن البقع إلى عدن، أني أنظر للناس من منظار واحد لا أميز معنى مأرب على غيره، لكن أقول حرام يا أخواني ويا مستمع أن مأرب تحرم معنا من خيرها وأن لا يمسها ما مسكم. وأنا أتفق معك 100% ونحن في سفينة واحدة، وأنا قلت في بداية المقدمة أنا من البيضة وقلت أنا من مأرب، لأن طبعا مأرب كانت تبع البيضة قديما كنا إحنا وأنت شيء واحد، بس الفصل الراس من الجسد يعني، والآن إن شاء الله بتعود يمكن بترجع مع أقليم ولا. لكن سؤالي يا شيخ علي، أنا سأخرج إلى فاصل الآن، سؤالي أنت ذكرت أن البترول قبل أن يظهر في مأرب كانت مأرب قبل البترول التركيبة الاجتماعية والبنى الاجتماعية كانت متماسكة وقوية وجيدة، فانقلب البترول إلى نقمة على أهل مأرب يسرجون هناك وما لكم إلا الدخان، هذا واحد. هل الحزبية مش معقول هذا الموجود يعني. هذا الموجود. هل الحزبية كذلك والسياسية التي دخلت إلى مأرب مزقت أهل مأرب، شتتت أهل مأرب، زادتهم فرقة؟ الإجابة بعد الفاصل. إن أذنت لي لكن معي شيخ علي السعدي من عدن. أخي عبد الله تفضل. تفضل شيخ علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك يا شيخ عبد الله، تفضل. الله يحييك ويسلمك اخي محمد، اشكرك واشكر ضيفك الكريم. حياك الله. اخي العزيز، موضوع هذا موضوع شائك، وعلينا ان نكون منصفين في الامور. يعني الشيخ علي بيتكلم باسلوب سلس ومنطق بسيط جدا، هذا الرجل يعني لها برضه باع قوي في مساله النضال. طيب، قطع الشيخ عبد الله، يمكن يعود بعد الفاصل. انا عبد الله السعيدي، انا اخرج الى فاصل ثم اعود الى ضيفي الكريم باذن الله تعالى. ارجو منكم البقاء معي بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة التي نخصصها في برنامج تحت الضوء عن محافظة مارب. جاءت قضاء وقدرا هكذا أن نخصص هذه الحلقة عن مارب في انطفاء التيار الكهربائي هذه الليلة، التي قد يعجز البعض عن مشاهدة الحلقة بسبب قطاع التيار الكهربائي في كل محافظات الجمهورية. ولذلك يعني أتوقع أن النقل حي ومباشر انقطاع التيار الكهربائي، لكن ستعاد الحلقة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. كنت قبل هذا الفاصل سلط الضوء على مجموعة من القضايا بالنسبة لموضوع مارب والتنمية، وقضية الوجه السياسي لمارب، وقضية النفط في مارب، هل كان نقمة أم كان نعمة بالنسبة لهم. مع ضيفي الكريم الشيخ علي عبد الرب القاضي، رئيس التكتل المستقلين أو كتلة المستقلين في مجلس النواب، وهو عضو الحوار الوطني، وكان مفروضا أن يكون معنا الشيخ حسين حازم، لكن كما ترون مقعده خاليا، إذ أنه حتى لم يبلغنا حقيقة عن عدم مشاركته كونه قد التزم بالحضور. شيخ علي، أرحب بك مجددا وأسألك لما سألتك قبل هذا الفاصل. كان أهل مارب قبل النفط يعيشون في حالة من التكاتف الاجتماعي كحال قبائل اليمن في كل مكان، ظهر النفط، فأنت تقول هل يعقل أن يكون أهل مارب يحرمون من الخير الذي ينزل بين أرجلهم إلى جميع محافظة الجمهورية، تكون الكهرباء عندهم طافية وعند الناس الآخرين؟ وقلت أنك تستنكر حتى ولا ترضى بما يحصل من قضية قطع التيار الكهربائي أو يتعدي على أي شيء البنية التحتية، لكن بالمقابل مارب قد حرمت. سألتك، دخلت الحزبية على مارب، هل دخول الحزبية على مارب والوجه السياسي لمارب نقمة كما كان البترول نقمة؟ بالنسبة للحزبية أنا لا أحملها إزر الأعمال المشينة الذي مضت، أنا أحمل معناه النظام التنفيذي طيلة 27 عام مضت هو الذي يتحمل المسؤولية. والنظام حزب؟ هو حزب، لكن هو حزب، هو سلطة، هو حزب سلطة، يعني كل من يحكم كل الناس يحاولون ينتموا للحزب الحاكم. أما بالنسبة لقضية الأحزاب، لأنهم بيدخلوه يعني معناه نخبة من المجتمع، وما أعتقد شيء. أنا مستقل ومارست الحزبية في وقت مبكر، لكن قبل ما تظهر التعددية معنا خرجت من الجانب الحزبي. أما المبادئ كل واحد بيحترم يعني معنا قناعاته، وأنا بحترم قناعات كل الاتجاهات. لكن ماذا قدمت الأحزاب لمارب؟ أنا ما ألومش الأحزاب، ماذا قدمت؟ ماذا قدم من حكم؟ ماذا قدم الحزب الحاكم؟ وفي وهو حزب ونعني بذلك، اسمع، ونعني بذلك الذي ماسك بزمام الأمور هو المؤتمر الشعبي العام، معناه من بداية ظهور الثروة، لأنه كان كل القوى السياسية والنخب السياسية في اليمن، في الجمهورية العربية اليمنية سابقا، كانوا كلهم مؤتمر شعبي عام، والمؤتمر الشعبي العام هو الذي استمر وظل ماسك بزمام الأمور يعني طيلة الفترة الذي مضت، وحتى يومنا هذا لا زال هو الفاعل ولا زال هو موجود معنا على رأس السلطة، يعني معنا بالمقاسمة، يعني معنا موجود. وما يعانيه مارب وما يعانيه الشعب اليمني هو ناتج عن سلبيات الماضي. أريد أننا أعيد للأذهان، لا يظن الغير أننا أبرر، بس أشكو معنا للشعب اليمني أنه يطلب لماذا مارب؟ لن يوقف ضد المروق وضد ما يمارس معنا في مارب، ونقول مقابل أي شيء يعني يصير يتحمل إزر ما وجب أن تتحمله الدولة والجيش الذي موجود في مارب. أقول لكل الأخوان
أو كل من يمارس العمل المشين أنه أساء إلى مأرب وأساء إلى اليمن وأنه سيحاسب، يعني معناه عندما يستقيم حال البلد هذا ويستقيم حال الدولة. لكن بالمقابل قد يسأل الشيخ، قد يسأل الآخر يا شيخ علي، يقول فعلا ليس الواجب على أهل مأرب شيوخا وقبائل أن يقوموا بما يجب على الدولة أن تقوم به من حماية البنية التحتية، لكن السؤال لماذا لا يكون هنالك موقف؟ جاوبت عليك الكلام هذا. بس أنا سأعطيك سؤال آخر، لماذا لا يكون هنالك موقف موحد لأهل مأرب، مشايخ وقبائل وأحزاب وكل أهل مأرب موقف واحد يظهر أمام المجتمع أنه نحن، ويوقع عليه كاملا، نحن ندين ونشجب هذه الأعمال كاملة ونقف عليها بالمرصاد؟ أهل مأرب كلهم موقفهم موقف موحد، يشجبوا ويدينوا ويمقتوا كل الأعمال المشينة، كل اعتداء على المصالح العامة. يعني على كل المصالح العامة إيش ما كانت. لكن قضية أنهم المعنيين هم الذي يروحوا يطاردوا المارقين، أنهم يتابعوهم هم ويتحملوا أجرهم ويحلوا محل الدولة، أعتقد أن فيها ظلم هذا. يعني إيش الجيش؟ إيش يعني قضية وجود الدولة في مأرب؟ ما دام أهل مأرب هم الذي وجب أن يحافظوا على الأمن والاستقرارهم أنفسهم. عندما يكونوا شركاء، يعني معنى الناس قلت لك عندما تكون الدولة دولة للشعب وليس دولة عليه، كل المواطنين معنا سيتفاعلوا مع الدولة. طيب سؤالي يا شيخ، أنت ذكرت هنا أكثر من 7 ألوية في مأرب، أكثر من 7 ألوية. كانت أول أكثر من هذا. طيب إيش تفعل؟ أنت اسأل معنا الجهة المعنية. لكن أسأل أنا واحد من مأرب، قل لي ماذا يفعلون في الجبال؟ يا أخي إحنا نذكر وتعودنا في مأرب من بعد ظهور النفط، كانوا أبناء مأرب يقتتلوا فيما بينهم في نزاعات حدودية ويسقط عشرات القتلى، والألوية موجودة لا تحرك ساكن ولا هي معنية بذلك إطلاقا. أنتم عنها يعني أنتم تغذية تا ولا يتم السكوت عنها؟ تغذي بعض القبائل يعني؟ أكلمك أنه يعتبر التفرج، لأن الدولة مسؤولة عن دم ومال وعرض المواطن، يعني حماية المواطن معناه من شر، حتى من شر نفسه لما يكون موجود. فالدولة معناه بالنسبة لوجودها هو وجود تعداد بشري وقوات مسلحة موجودة هناك، لكنها دي دورها هل هي عاجزة؟ الذي الآن يقوموا بالقطع الكهرباء على مرمى البندقية ومرمى المدفع معنا من المواقع العسكرية، ما هيش قادرة القبائل، يعني أسرته وقبيلته متخلين عنه وهدروا معنا دمه وهدروا ماله، ما اعترضوش من دون الدولة. لكن انتوا تقصدوا أو الآخرين الذي ما يفهموش الأمور يعني بأبعادها، يريدون المواطن هو الذي يكون حارس على كل برج وحارس على الأنبوب النفط، والدولة مهمتها أن تصرف مرتبات وتبيع النفط والغاز والبترول، هذا مهمتها. طيب شيخ علي، يقول البعض أنا ما أريد أهل مأرب يزعلون مني، لكن أنا أسألك سؤال، لأنه الناس كلهم يقولوا لي، أنا أسأل هذه الأسئلة. أنا نزلت إلى مأرب والتقيت بعض وجهات، لقيت مقابلات في مأرب. يقول البعض أن 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 أن, أن الدولة تعطي مخصصات لبعض الأسماء في مأرب حتى يسكتون على بعض هذه الأعمال السيئة. ما أدري ما تقصد بهذه المخصصات. الذي المخصصات إن في بعض الناس الذين قد يكون لهم حضور وقوة وسيطرة أنهم ساكتون عن بعض الأعمال الخاطئة بمخصصات تعطيهم، يعني أعطيك إياها على بلاطة، أن النفط الذي يخرج من تحت الأرض أن بعض الأسماء الكبيرة تحصل على بعض المخصصات من النفط التي يجب أن يحصل عليها أهل مأرب، وأهل مأرب إلا لهم دخان. كما يعلم الله أني على فقه ومتأكد من صحة ما أقول، أن كل الشخصيات الاجتماعية التي تعنيها أنت، لا أنا معني إنها مظلومة غير جمع من مكان، كل الواجهات الاجتماعية مظلومين، وأنهم لن يعطوا ما أعرفش واحد معه برميل بترول. أنا سألت مشايخ عبيدة الذي يعتبروا مديريتهم هي منبع الثروة النفطية الآن، سألتهم ظنيت إن شيء معهم مخصص يعني معه لأنهم مزارعين، والله يحلف لي كبار عبيدة ما مع واحد منهم برميل واحد، ما في أي شيء، يعني كل اعتمادهم على زراعتهم أو على معنى حركتهم في الجانب التجاري. فالظلم معنى موجود، الذي يعطوا الحقوق هو عندما يرتكب جريمة في قطع أنبوب أو برج أو إلى آخره، تقدم مطالب غير معقولة وغير عادلة، معنى يستجاب إلى هذا العنصر، وهذا ما يدي إلى المماثلة أن يأتي عنصر آخر، أشياء غير مشروعة وغير مقبولة. فاحنا ضد كل ما يحدث، لكن ان احنا انكم تلومون اني احل محل الدبابه والمدفع والطائره، هذا كلام ما هو صحيح، لا انا ولا غيري من ابناء محافظه مأرب. جميل، من معي اخي عبد الله؟ ابو محمد،
أمين أخي أمين. نعم أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا آسف للتأخر للإجابة عليك، كنت تفضل أخي أمين. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أمين العتيبة مراسل جنة اليمن. أهلا وسهلا مرحبا. أرجو أستاذي قبل أن تتح لي فرصة بسيطة جدا، طبعا أنا كنت مكلف بمرافقة قافلة النور الشبابية التي زارت من محافظة مأرب مطلع شهر مارس. تم الاطلاع على كثير من التفاصيل والقضايا من ضمنها التنمية وما هو واقع التنمية في مأرب، بالإضافة إلى ما حصل من أعمال تخريب استهدفت أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. عزيزي أحب أن أقول رغم أن مأرب الحضارة والتاريخ إلا أن حالها كما قال الشاعر كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. على ظهر هذا حال مأرب. أمام حقيقة ما يجري في مأرب اعتداءات وكلمك الآن وانطفأت الكهرباء قبل 5 دقائق، كنت أتابع التقرير برنامجكم. يعني الآن أنت ما تشوفناش الآن؟ طبعا في صنعاء في شملان. طيب أستاذ محمد أحب أوصل رسالة عبر قناتكم المتميزة والحيادية بأن طبعا الجناة من يقومون بأعمال التخريب هم معروفون فعلا مثل ما تفضل ضيفك الكريم لدى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية. من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل رغم أن أبناء مأرب يشجبون ويستنكرون تلك الأعمال فعلا، يعني من خلال استطلاعنا مع كثير من أبناء مأرب، إلا أنه للأسف الشديد هذه المجموعات التي تعيد في الأرض فسادا في مأرب وتشوه سمعة أبناء مأرب جميعا هم مجموعة أفراد. فعلا أيام ما كانت أيام الثورة أو الأزمة كان كل طرف يتهم الآخر، وكان يتم تجنيس هؤلاء المجموعة لأعمال سياسية. أما ما هو حاصل الآن هي مجموعة تخريبية للأسف الشديد. أنا أشكرك أخي أمين وأعتذر لك، والله أنا أعتذر لك، لا أريد أن أجمع عليك انطفاء الكهرباء وكذلك أقطع عليك، لكن أنا مضطر من أجل يعني باقي المحاور. أشكر أخي أمين العتيبة من صنعاء. أخي من؟ أخي عزيز تفضل. أخي عزيز من حجة. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. تفضل أخي عزيز على عجالة أعطيني سؤال. حياك الله أشكرك على هذا. شيخ يعني كما ذكرت يعني الكل يؤيد ذلك، الكل يؤيد، لكن دعني أعود أنا إلى المواطن العادي في مأرب، مواطنا وشيخ قبيلة وكل ماذا يريدون؟ يريدوا دولة للجميع، دولة للشعب ولسانه، ويريدوا مواطنة متساوية في التنمية وفي كل معنى، يعني معنى من حياة الحياة واتجاه الحياة. لو فرضنا أن الشيخ علي الآن في موقف رئيس الجمهورية الآن، كيف ستحل ملف مأرب؟ هو اليوم والحاضر هو يتحمل معنى إذر الماضي، إذر 27 مضت، 27 عام مضت. أنا أقول سلبيات الماضي ماشي. معنى 27 عام، يعني معنى في إمكانك أنك صنعت مجتمع متحضر لو قدمت معنى نسبة 1% من ما تنتجه مأرب أو نص 1%. أقسم بالله العظيم أن الوضع مستقر كان في مأرب زي ما يستقر في أحدى دول الجوار. هذا الماضي أعطني كيف ستحل القضية في تطيل الفترة الذي مضت الآن، أعطني المستقبل. أما الآن إحنا في عهد الآن، بالنسبة للحاضر الماضي هو أسود والحاضر هو دامي ولا زال دامي مستمر، وإحنا نعيش في وضع عصيب يعني معنا على مستوى البلد. وأنا أثمن معنا جهد المستوى الأعلى وعلى رأس الجميع رئيس الجمهورية بالظروف الحالية، لأنه أتى على تركة ثقيلة، يعني ما أحمله إجر أنه الآن لازم أنه يصحح وضع الماضي. أنا بعتبر أفضل ما أتت به الثورة هو مؤتمر الحوار الوطني، لكن نصل إلى عهد جديد يتحمل الشعب مسؤولية نفسه. أنا أعرف أنك لكنك لم تجبني على سؤالي، كيف سيتعامل الشيخ علي مع ملف مأرب إذا كان بين يديه ولديه قدرة أن يحل هذا الملف؟ سوف أنمي مأرب وأحمل أهل مأرب جزء من المسؤولية مقابل، يعني مع مثل على سبيل المثال لو أعطيت الحقوق معنا في المديرية الفلانية في مديرية صرواح لا بنا صرواح، ومسؤوليتهم هم أن يحافظوا على الأنبوب، والله ما يحدث عليها أي اعتداء، ما فيش داعي نحن نعسكر المنطقة كلها، يعني كره الموقع معنا يحافظ على نفسه. لو أعطيت يعني مسؤولية القوة الذي موجودة في مديرية عبيدة، يعني جزء منها نسبة حتى 20% من ما يصرف معنا
لا وكانت حلت محلها معناه قوة محلية وحافظوا عليها، لا يمكن يعتدى عليها. يعني أنا لو كنت أنا معنا صاحب القرار، صاحب القرار معنا سأحمل يعني كل منطقة مسؤولية حماية القضايا المشروعة فيها، مقابل ما تعطى، مقابل ما يعطى للقوات المسلحة أو الأمن الموجودة المتمركزة التي لا تستطيع أن تحمي نفسها. يعني بنقلب مأرب كلها حراسات، بنقلب هالمأرب يحرسون النفط في صرواح ويحرسوا لي الكذا في عبيدة، أين التنمية؟ أين التعليم؟ يعني سامحني يا شيخ علي، كلمتك يا أخي من الأول، ما وجدت التعليم ما وجدت مشكلة الآن. لو وجدت فيها التعليم، لو وجدت فيها التنمية في كل منحنى الحياة، طيب في منحنى الحياة لو وجد معنا عندك الكهرباء، هل ممكن تطفي الكهرباء أن يطفي الكهرباء على نفسه؟ لو حس معنا شيء يعود عليه من من من, من هذا الأنبوب، يعني معنا مردود إيجابي في مجال التنمية، هل ممكن يعتدى عليه؟ لا. ولو اعتدى معنا المارق الناس لا يخلون من لا يخلون معنا من صح. من المرور والعناصر الشاذة في أي مجتمع، لكن الآخرين ما بيسكتوا عليه، لكن هم يتحملوا دماء بعضهم البعض ويروحوا يلاحقوا معنا الإنسان الذي يمارس أعمال غير مشروعة دون أن يستفيدوا المصلحة غيرهم. أنا ما أعتقد أنهم معذورين في هذا المجال. لكن شيخي الكريم، أنا أتمنى أخي عبد الله يظهر لي بعض الأرقام هنا، لأن أنا أعرف بعضهم بيتصل بي الآن ويريد يشارك معي ولو وطننا حتى عشتك. شيخ علي، الآن الأنظار متوجهة للحوار الوطني، أنتم مشكلين بأقل نسبة تقريبا في الحوار الوطني من ناحية العدد، مشاركين قليل جدا من مأرب، يعني لا تتجاوزون 3 تقريبا مأرب مشاركين ولا أقل في الحوار الوطني. احنا معنا في كل منحنى في كل اتجاهات الحياة أقل شيء. احنا عندنا مثل أعضاء مجلس النواب الدائرة حقي الناخبين فيها 57,000 و 47,000 الناخبين، وهي دائرة واحدة. أول ما عندنا إلا 3 أعضاء، أعضاء مجلس النواب فقط في الحوار الوطني، هذه أول هضم موجود، بينما يفترض أقل حاجة أن في مأرب 5 أعضاء، أقل ما ممكن بالنسبة. كيف قسمت؟ على أي منطقة قسمت؟ أساس سكاني؟ يا أخي احنا ليس لنا نفوذ في الماضي، ليس لنا أي نفوذ في سلطة الماضي. وجدنا معنا أخيرا في مجلس النواب نحاول أن ندلي برأينا فيما يخدم القضية الوطنية بصورة عامة. إيش أعطوكم إياها هكذا تبرع ولا حق؟ أنه يدخلوكم 3 مجلس النواب تبرعوا لكم بمقاعد ولا حق من حقوقكم؟ لا ما تبرعوا معنا، هبه يعني هبه الدول لنا، يعتبروا كل شيء يعطى لنا هبه، أما نحن أصحاب استحقاق هذا كلام ما هوش وارد ولا هو موجود. وفي الحوار الوطني حتى يومنا هذا كم مشارك في الحوار الوطني من مأرب؟ في مأرب أعتقد المشاركين بحدود 12 نفر. 12 نفر نعم. ماذا سيقدم هؤلاء للحوار الوطني في مأرب؟ سيسمو معنا بقدر استطاعتهم، لكن سؤالي شان زملائهم يسمو في القضية الوطنية بصورة عامة. أنا التقيت بمجموعة من المشاركين من مجموعة محافظات، الأغلبية يقول أنهم منسقين مواقفهم ومطالبهم. هل ال 12 عضو في الحوار الوطني بينهم تنسيق على اختلاف مشاربهم السياسية، لديهم تنسيق في قضية مأرب موحدة بالنسبة لهم؟ هذا بالنسبة للمحافظات الأخرى لكثافة السكانية وكثافة المثقفين، أما احنا ننتظر الفرج مما سيقدم للشعب اليمني بصورة عامة. أنا أعيد سؤالي، إذا لن يقدم للشعب اليمني حل شامل فإحنا بالنسبة لنا نشعر بالياس. أنا أعيد سؤالي للشيخ علي، أنتم في 12 الحوار الوطني هل بينكم تنسيق لمطالب أهل مأرب؟ كلنا نشعر معنا مشاعر، لا مشاعر مشتركة، لكن إننا نستطيع أن نفرض أجندتنا. لا أقول يعني هل تكون تجلسون مع بعض ال 12؟ هل ال 12 يجلسون مع بعض الذين من مأرب؟ هل يطالبون بقضية واحدة المأرب؟ هم عدلوا بصواتهم من خلال ما طرح في الفترة الأولى من إعقاد المؤتمر، لكن قلت لك احنا لن نعلق آمال على الحلول الفردية، نعلق آمال على حل شامل للقضية الوطنية. فلا يمكن أن يأتوا المؤتمريين أو المتحاورين بحل اليمن تحرم منها مأرب. احنا الذي نطالب وسبقنا غيرنا في مطالبة بحوار وطني على أساس أننا نتطلع أن يأتي حل من خلال الحل الشامل، أما بدون الحل الشامل احنا ما ننتظر إلا كل اضطهاد وكل مظلمات أن تنال مأرب. الحل الشامل. أبو سالم من حضرموت. أبو سالم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أبو سالم. مشكلة يا أبو سالم، تفضل. الصوت رديء جدا، ما أستطيع التواصل معه، أقطعه بس أتمنى أنك يعني حتى يجدد لو تظهر الرقم، من بعضهم سيقول تمنيت أن يشارك. شيخ الكريم، الحل الشامل
أنت من 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 من, من رموز أهل مأرب وغيرك فيما تستوحيه، ما هو الذي النظام الذي سيناسب مأرب في ظل الحل الشامل؟ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في ظل رؤى جديدة وميلاد جديد لنظام جديد يخرج عن النظام التقليدي الذي عانى منه الشعب اليمني طيلة عقود مضت. ما هو النظام الآن مطروحة في الشعب، في موضوع في 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 يعني موضوع في الأروقة السياسية في الحوار الوطني، فدرالية، كونفدرالية، أقاليم مركزية، مجموعة رؤى. أنا قناعتي أن يكون حكم محلي كامل الصلاحية 100%، أو تكون أقاليم. ما أريد أننا أطمن الآخرين الذي يتقززوا لما نقول أقاليم. لو كنا 5 أقاليم أو 6 أقاليم يعني شاننا شان المحافظات القائمة، بس تتوسع المحافظة تعطى صلاحيات أوسع، وتعطى صلاحية أوسع، بدل ما تكون محافظة تكون محافظتين 3، نسميها أقليم، نسميها ولاية، لا يتقززوا ولا يتخوفوا. الآن كل محافظة لها حدود إدارية ومعترفة. هل هي انفصلت هذا يعني أنا أشوف الشعوب الذي مارست الفدرالية أو الحكم المحلي، مثلا ألمانيا كم هي مثلا باعتقادي أنها 18 دولة. كلها الشعوب الذي مارست الحكم المحلي كامل الصلاحية وتحررت من المركزية كلها نمت وكلها استقر حالها، والذي لا زالت تمارس المركزية لا زالت متخلفة هذا قد مقدمة المتخلفين. هذا قد يناسب مأرب، لكن هل قد يناسب القضية الجنوبية؟ أخي عبد الله الغيسي من مأرب صحفي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته، ارفع لي الصوت، ما ادري من عندك ولا من الاخوة في الكنترول. من عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخي مشوار انا ما اسمع، ارفع لي الصوت يا اخي عبد الله. تفضل. خلهم. يسعدنا اللقاء مع الشيخ عبد الله القاضي، علي عبد الله القاضي، ويمثل قضية مأرب اليوم. ومأرب بالمعروف انها محافظة معطية، لكن للاسف الشديد لا تحصل على شيء. أرجوك أخي عبد، بس أعطيني سؤال عبد الوهاب تكرما. السؤال إحنا نوجه للشيخ عبد ربه، ما مدى استقبال لجنة، ما مدى استقبال مجلس الحوار، يعني لو مجلس الحوار الوطني لقضية مأرب اليوم؟ طيب أشكرك أخي عبد الوهاب. دكتور يحيى العمري من حديدة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت ضايع، الصوت ضايع طبعا للأسف. نحيي الأخ الشيخ علي القاضي. ألو، أيوة معك، بس ارفع لي صوتك. أنا سأل الأخ علي القاضي، هل أنتم أعطيني سؤال. السؤال، هل تم إدراك قضية مأرب بالنسبة للكهرباء، ضرب الكهرباء، هل تم إدراكها ضمن الحوار؟ بالنسبة للكهرباء هل تم إدراكها في الحوار؟ أيوة، قضية ضرب الكهرباء المستمر للكهرباء. أشكرك أخي يحيى. يلا شكرا. الأخ يقول هل قضية الكهرباء مدرجة من ضمن الحوار الوطني؟ يعني سؤال ممكن تجيب عليه، لكن أنا حقيقة أعود إلى سؤالي الأساسي. شيخ علي، يعني هل ترى أن ما سيخرج به، أنا أعرفك متفائل دائما، ما سيخرج به الحوار الوطني سيحقق آمال أهل مأرب خصوصا، ويحصلون على التنمية التي حرموا منها كما تذكرون 27 سنة، وخيرات البلاد تخرج من عندهم من بين أيديهم، سيحصلون على التنمية؟ أنا قلت أننا ننتظر فرج من خلال حل شامل. أما لو إحنا نطالب يعني برد المظالم، من حق المأرب أن يطالبوا بتعويض مما سلب من المأرب من ثروة دون يستفيدوا منها طيلة 27 عام مضت. لكن أقول إحنا من النوع المتسامح، نريد حل شامل للقضية اليمنية. أما قضية يعني معنا إدراج قضية الكهرباء وإطفاء الكهرباء، هي طافية على اليمن بصورة مستمرة. كم تسرج عندك معنا في الحديدة؟ ما بالنسبة للمحطة حق مأرب عادي دخلت الخدمة، ما فيش لها يعني ما وصل الشي عامين من يوم دخلت الخدمة. يعني معنا الوضع لا زال وضع يعني عسير على مستوى اليمن كله، ولا لا زال وضع صعب. طيب أنا ننتظر من المؤتمر أن نخرج معنا بصيغة يتحمل الشعب بصورة إجمالية مسؤوليته، ويتآزر الشعب على مستوى المديرية والمحافظة، يكون شريك أساسي. لأنه مهما كانت الدولة وإمكانياتها وقدرتها، دون أن يكون المواطن شريك أساسي يعني شريك يعني معنا في تسيير حياته اليومية في الحفاظ على أمنه، تعتبر بالنسبة للسلطات التنفيذية العسكرية وكوسيلة يحتكم يعني معنا على أساس أنه ينفذ مهام تسند إليه. لكن يشعر المواطن أن هذا
لأن المسؤول مسؤول له وليس عليه. مسؤول عليه، وأن الجندي هو يحرص على أمنه واستقراره وليس يعني معنا قوة قمعية. فإحنا أنت يعني معنا نطلع أن إحنا بنخرج بصيغة مشتركة لمعالجة قضية الشعب اليمني بصورة عامة. أما نحن نريد أن نعالج قضية مارب، إحنا عارفين صوتنا لن نجد إذن صاغية له من طيلة يعني معنا عقود مضت. نطالب معنا بتنمية في مارب لن يستجاب لنا، يعتبر ما يعطى المارب يعتبر صدقة، ما هوش حق يعتبرون حق مشروع. طيب معنا المارب شيخ علي، أنا حقيقة انتهى البرنامج بالنسبة لي، لكن أنا سأورد عليك سؤال. يعني يعني البعض الذين يحملون القضية الجنوبية يقولون يعني إذا أنتم هذه السنوات كلها ولم تحصلوا على التنمية، وعندكم كلية تربية عبارة عن زنك، وما فيش معكم إلا شارع سواه زايد رحمه الله، والتنمية حرمت منها مارب وكذا، يعني ونحن إيش إيش يعني إيش، وتقولون من يسمع صوتنا الآن، تقولون من يسمع صوتنا في هذا في هذا، والكهرباء تخرج من عندنا. الذي في الضالع وفي ردفان وفي الحبيلين وفي حضرموت وفي عدن يقول إحنا وش اللي طيب ضربنا على أيدينا حتى يعني نظلم كما ظلمتم أنتم. احنا قلتنا في احدى المداخلات في المؤتمر، انا اشكر بالنسبه للاخوان في المحافظات الجنوبيه انهم لن يتحملوا الضيم كما تحملناه احنا طيله يعني معنا مئات الاعوام. معنا لن نستطيع ان احنا نتململ من الضيم كما تململوا اليه من خلال 15 سنه. ما استطاعوا ان يتحملوا الضيم، لكن يشرفهم ان تململهم و رفع معنى علم أو شعار الحرية أنه إلهنا كفى تسلط، أن يعالج القضية اليمنية معنا بصورة عامة. أما نحن نعترف عجزنا أن احنا لن نستطيع أن احنا نواجه المركزية الشمولية المتسلطة معنا في طيلة العقود الذي مضت معنا في المحافظات الوسطى والشمالية في الماضي. لكن احنا أهل كلنا احنا أسره نتطلع معنا للعدل الشامل. قوتك يا اخي انا استفيد منها، انا احنا قلنا ولا نريد ان نتحول، لا نريد ان نتحول احنا بعض الاسئله تستفزنا وتتطلب منا ان احنا نمارس عمل غير مقبول. احنا نتطلع الى العدل، نتطلع الى ايجاد دوله مدنيه، الى ايجاد يعني عداله في توزيع الثروه والسلطه من خلال صيغه نتفق عليها تشمل النعمه اليمن كلها من اقصاه الى اقصاه. أنا أشكرك يا شيخ علي على هذه على هذا الحضور وعلى هذه الإجابات، والتي أتمنى إن شاء الله تعالى أنها ترسم صورة جميلة، يعني ترسم صورة جميلة عن أهل مارب، وهي جميلة كذلك، لكن السياسات للأسف شوهت الشيء الكثير. أشكر الشيخ علي عبد الرب القاضي على رئيس كتلة المستقلين مجلس النواب وعضو الحوار الوطني، أشكركم على هذا الحضور. شكرا. كما أشكر وأعتذر للأخوة السادة المتصلين الذين لم يحالفني ويحالفهم الحظ في أن تواصل بيننا حقيقة، لأن الوقت ضاق علينا كثيرا. وأعتذر للكل كما اعتذر الشيخ علي عن قضية انقطاع التيار الكهربائي، أعتذر للكل إذا كانت الحلقة يا شادي يضيف كلمة أرجو من كل الذي يمارس الأعمال المشينة في مارب أن يتقوا الله في عدم استمرارية عملهم المشين لتشويه مارب والإضرار معنا بالشعب اليمني. أشكرك. وأن يتحمل يعني وأن لا هنا وكفى. أتمنى من كل من يمارس العمل الغير قانوني والغير مقبول، لا عند فرد ولا عند جماعة ولا عند اليمن كله، مرفوض مهما نالنا من الظلم ومهما نالنا من الحرمان. فتحملوا، الفرج قادم للشعب اليمني كله. الفرج قادم بإذن الله تعالى. والقافلة حقيقة يعني لو توقفت يوم من الأيام، قافلة التنمية، قافلة العدل، قافلة حقوق الناس، قافلة التساوي بين الناس، ستسير مهما تعرقلت يوم من الأيام، ستسير بإذن الله تعالى. وأقولها بصدق حقيقة، أنا عندما سألت ضيفي الكريم الشيخ علي هنا عن بعض الأمور، أنا أسأله ربما أعرف بعض الإجابات. يعني عندما نقول أين الدولة، أنا لا أقصد بالدولة أين الدولة الضاربة، أين الدولة التي تتجنى على الناس، أين الدولة العادلة. لولا الظلم لما خرج الناس. قبل 3 سنوات لم نكن نعيش في انقطاع التيار الكهربائي، يعني وكانت الأمور مستقرة. لماذا ظهرت الآن؟ لوجود المظالم. ظلمت مدن كثيرة في المحافظات اليمنية، ليست إنما مارب نموذجا للظلم. وحقيقة
يعني كيف يمكن أن الإنسان في بيته يعني أو من بئر بجوار بيته يشرب الناس منها وهو محروم حقيقة هو وأبناؤه منها؟ من حق الناس أن يعني وكما ذكر ضيف الكريم أن هذا ليست عقوبة، ولكن يريدون يقولون للناس انظروا إلينا، لا توجد طرقات، لا يوجد تعليم، لا توجد صحة، لا يوجد، خرج أبناء المدينة إلى الدول المجاورة حتى يعيشوا وهم تحت أرجلهم يوجد النفط والزراعة والسد الذي عرف عبر التاريخ، تاريخ عظيم جدا، سياحة، كان يأتي السياح إلى كل مكان، إلى صحاري وإلى نفوذ منطقة مارب. يعني نفوس حقيقة ينبغي أن نسمع لهؤلاء، أن نعرف ما هي شكاوى هؤلاء. والظلم عاقبته وخيمة، الآن تجنى ثمرة الظلم الذي مورس على هذه المناطق في مارب، في الجوف، في شبوة، في صعدة، في دمار، في كل المحويت، في حجة، في عدن، في الضالع، في حضرموت، في كل المحافظات الجمهورية مورس الظلم. فخرج الناس ورفعوا أصواتهم، ويستنكر الكل أن ما يحصل من انقطاعات التيار الكهربائي أو تعدي على الأبراج أو تعدي على النفط، جميع أهل مارب الشرطاء الذين نعرفهم كبارا وصغارا، شيوخا، الذي لا نمرهم، كلهم يتبرؤون من هذا العمل ويقولوا هذا العمل مشين، لكن ليس بأيدينا حقيقة أننا نحن نضرب على الجاني. هنالك دولة سلمنا لها أن تحكمنا وأن تضبطنا، وسلمنا لها تأخذ منا الزكوات، تأخذ منا الضرائب، تأخذ منا خيرات الأرض من تحتها، ونحن نسلم لها، لماذا لا تقيم العدل في هذه البلاد؟ العدل هو المطلوب الآن. لذلك حقيقة أنا أعلم أن أهل مارب يعني يحملون من القيم وغيرها محافظة الجمهورية كما يحمل غيرهم، لكن عندما تدخل السياسة فتفسد الأرض وتفسد القلوب تفعل ما تفعله يعني في مثل هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا أن من حرم هذه البلاد من خيراتها، من أمنها، من استقرارها، من حرمها عبر التاريخ، أسأل الله أن يحرمه الرقاد وأن يحرمه العافية في بدنه، لأنه حرم هذه وولد بيننا الشحناء، يشك بعضنا البعض، يشك ابن المحويت أو ابن حجة أو ابن البيضة يشك في ابن مارب أنه الذي قطع. هذه السياسة للأسف السيئة التي أوجدت بين الأحقاد. أسأل الله العلي القدير الجبار المنتقم أن من كان سببا في عرقلة تنمية هذه البلاد أو في ظلم أبناء هذه البلاد، أسأل الله أن يفضحه أمام الناس وأن يرد كيده في نحره وأن يوقف الدم في عروقه، لأنه أوجد في قلوبنا حقيقة أسئلة لا أريد أن أسألها، وأحقاد ولدت عند بعض الناس مظالم. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، وأسأله أن يقودها إلى كل خير، وأسأله أن يألف قلوب أبنائها، وأسأله أن يرد رشد كل من كان في عقله غي، وأسأله أن يعيد الحق لكل مظلوم. أسأل الله أن يعيد الحق لكل مظلوم، إنه ولذلك والقادر عليه. أجدكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.